إذن أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدين الكرام. حبه للتراث والتاريخ العريق لبلده دفعه إلى الاهتمام بالجانب السياحي والاستثمار فيه ليظهر أدق تفاصيله الجمالية من خلال شركة للسفر والسياحة ومحتوى مميز فاز. فاز عنه يا فيصل كما يظهر هذا الفيديو الذي نشاهده بجائزة أفضل محتوى سياحي عربي على منصة اليوتيوب للعام 2019 على مستوى الشرق الأوسط من المركز العربي للإعلام السياحي، وأعلن عنه في معرض بورصة السياحي العالمي في برلين. أما عن شركته السياحية فهي تروج للسياحة المستدامة وتعنى بالجوانب البيئية والاقتصادية والثقافية وتطوير الوسائل الحديثة للترويج السياحي. ضيفنا لليوم أول رائد أعمال إماراتي يروج للسياحة المستدامة والفائز بجائزة أفضل محتوى سياحي عربي على منصة يوتيوب على مستوى الشرق الأوسط من المركز العربي للإعلام السياحي السيد سعود الدرمكي. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. الله يحييكم. يا أهلا وسهلا سعود، يسعد صباحك. الله يسلمك. هذا أرت وهذا فن وحنا براود اوف يو على الجائزه. يعني غير ان احنا عالمين، احنا نقول لك يعني جميل ان الشخص يكون عنده محتوى. انت عندك محتوى ولهذا الشيء وصلت معك الجائزه وتكريمك لهذا الشيء. طيب خلينا نقول سعود، ما هو سر هذا الشغف بعالم السياحه؟ والله في البدايه اشكركم على الاستضافه، وبصراحه هي ابتدت يعني من سنوات طويله من خلال مشاركاتي في المعارض والمؤتمرات السياحيه، ومثل ما تفضلت فعلا شغف، حب في الترويج السياحة وتقديم للبلد الصورة المثلى، يعني من ناحية معلومة. أنا يمكن ألاحظ من خلال وجودي في المعارض تفاعل الأجانب ويشوفون، فالهدف نقل الصورة والمفهوم عن المصادر السياحية، القطاع السياحي لبلدنا والتراث. يعني مثلا كنا نتكلم عن أهم المصادر السياحية في دولة الإمارات، مش بس السياحة، مش يعني تسوق وأبراج وغيره، فهي ثقافة بحد ذاتها، ثقافة بلد، والاكتشاف بالأكثر والتعمق في هذا. لكن الهدف كيف نحن نروج من خلال استراتيجية معينة في الترويج السياحي. فيمكن أنا طبعا ساهمت من 4 سنوات بعمل المحتوى السياحي، فهي مادة ترويجية عبارة عن أنها تروج وتنقل الصورة عن تحول دولة الإمارات من الماضي إلى الحاضر ونجاحها اقتصاديا، فكيف هذا ساهم على تطور وتميز القطاع السياحي في دولة الإمارات. فأنا هنا لما قلت استراتيجية، وبالفعل انطلب مني أني أشارك في المنافسة للمركز الإعلامي السياحي، وطبعا هي تابعة لي جامعة الدول العربية. جميل. وطبعا فيها ما شاء الله مختصين يعني من السعودية ورواد، وكل يساهم على حسب الفئات، سناب شات، إنستغرام وغيره. فأنا ساهمت عن طريق اليوتيوب. بالضبط. وليش اليوتيوب؟ طبعا يمكن حاولت أني أوصل لطريقة مبتكرة وتوصل بهدف دولي عالمي وتوصل لكل المسامع ولكل الناس. اليوم نحن لما نقول التواصل الاجتماعي، فكيف نحن نستخدم السوشيال ميديا ونوظفها بالطريقة المثلى بحيث أن الناس تستفيد منها، سواء معلومة سواء طريقة استفادة. صح. في القطاع السياحي وغيره. يعني اسمحوا لي على طولت. لا بالعكس، حديثك جدا جميل والفيديو اللي شاهدناه كذلك كان جدا جميل. انا سمعت ان انت عندك شركه سياحيه. نعم. خبرنا عن هاي الشركه وكيف تحقق الاستدامه في هذه الشركه. شوفوا بقولكم شيء، طبعا بدعم صندوق خليفه تطوير المشاريع يدعمون الشباب المواطنين الكفاءات اللي كلن على حسب اختصاص. ف مثل ما أنا ذكرت يعني يمكن التعمق في القطاع السياحي، حاولت أني أقول السياحة المستدامة. نحن في الشركة نروج للعروض، طبعا عروض ترويجية لكافة الفئات وللعائلات وعلى حسب المواسم طبعا في دولة الإمارات. فأنا لما أذكر الاستدامة في القطاع السياحي فأنا أتكلم عن يعني التطوير
التكنولوجيا، كيف نستخدم أحدث الوسائل لتطوير القطاع السياحي بمفهوم أحدث المعاني يعني والأساليب، مثلا التراث، السياحة المجتمعية العائلية وغيرها لا ذلك. فهذا هو الهدف الرئيسي من السياحة المستدامة، والجزء منه المادة الترويجية طبعا. طيب أستاذ، خلينا نشوف في فيديو احنا جالسين نشاهد الحين. نعم، تابع حديثك واحنا نشوف الفيديو. اي نعم. فمثل ما انا يمكن خلال الفترة اللي انا اشتغلت فيها على الفيديو طبعا خذ مني جهد ووقت، لكن انا حبيت شوي طبعا نال استحسان الكثيرين لما دخلوا وصوتوا لي لهذا الفيديو. انا ما كنت متوقع، والهدف لو انت تركزون في الفيديو هذا فهو نرجع ونقول انه يترجم تحول دولة الامارات من الماضي الى الحاضر، وكيف يعني التميز اللي انت تشوفونه اليوم. نحن نتكلم عن التسامح مثلا، لهذا عام التسامح، ففي التسامح وفي الأمن وفي الأمان. الكل يعيش على أي دولة من دون أمن وأمان ومن دون هالمصادر ما راح تنجح وتتميز وتتفوق. والحمد لله نحن تفوقنا من سياسة والدنا الشيخ زايد الله يرحمه، ولا بد أن القادم أفضل إن شاء الله. طاري القادم أفضل. نعم سعود، وأنت بتوصل وش الطموح اللي أنت الآن ما شاء الله أخذت الجائزة، وش بعده؟ وش الطموح اللي توصل لها؟ والله طموح ما ينتهي، يعني نحن نواكب دولتنا واستراتيجية حكومة دولة الإمارات. طبعا أنا ما أنتمي لقطاع حكومي سياحي، يمكن أنا أعمل في قطاع طيران، لكن الحب والشغف هو التقديم الأفضل. أنا حالياً أدرس دكتوراه صراحة في تقريباً المراحل الأخيرة. الله يوفقك. ولو تسألوني الريسيرش عن تنمية القطاع السياحي المستدام، فليش؟ بعد ما طلعت من مجال السياحة يعني في نفس المجال. أي نعم. بصراحة الطموح عالي، وأن نساهم لدولة الإمارات يعني اكتشاف أكثر وسائل تطويرية لدعم القطاع السياحي بصراحة. جميل جداً. طيب أنا عندي سؤال، يعني صراحة شوف أنا دائماً أنا عندي وايد كثير من الصديقات خارج الدولة من دول عربية ودول أجنبية. نعم. عادة يوميون دولة الإمارات ما أعرف وين أوديهم صراحة. دائماً يقولون لي ودينا في جولة سياحة في الإمارات، ولكن للأسف ما أعرف وين أوديهم. كيف ممكن أنا أحط لي خطة أو استراتيجية معينة أساس يعني أول ما يتيني ضيف من خارج البلد أكون أنا عارفة وين أوديها كمواطنة من دولة الإمارات؟ يعني عيب علينا أنا ما أعرف بالضبط وين أوديهم. هو مش قصة ما نعرف، لكن نحن نرجع ونقول جزء من هذا اللي قاعدين نحن اليوم نشتغل عليه من ضمن الابتكار في السياحة. كيف نبتكر أبليكيشن معين مثلا إرشادي في القطاع السياحي؟ فهذه فكرة من ضمن الأفكار. معلومة مثلا، هي مش بس دبي، في دولة الإمارات فيها كثير أماكن سياحة معينة. مثلا يعني اسمحوا لي أنا بقول العين فيها كثير أشياء يعني ممكن الواحد يكتشفها، أبو ظبي وغيره، إن كان متاحف وحاجات أثرية يعني. فنحن لا بد أن نحن لو نبتكر مثلا أبليكيشن ويكون مبسط لتعريف الزوار واللي قادمين للسياحة. إذا بنسولف عن هالموضوع أكثر مع ضيفنا بعد الحلقة إن شاء الله، وحاليا نودع مشاهدينا ونودع الضيف كذلك. الله نعم. شكر خاص لرائد الاعمال الاماراتي السيد سعود الدرمتي، شكرا لك، ونتمنى لك ان شاء الله من اعلى لاعلى يا رب في اعلى المنصات ان شاء الله.